أهلا بكم. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مداهمة وتفجير سبعة مواقع لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين. وقالت المديرية في بيان أنه بعملية استخباراتية نوعية داهمت قوة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة لعناصر داعش يتخذها أيضا داعش أماكن الاختباء والتجهيز لتنفيذ عملياته الإرهابية. كما أضاف البيان أن القوات قامت بتدميرها مع ما تحتويه من أدوات للمعيشة في محافظة صلاح الدين. لحديث أكثر عن المشهد العراقي نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ وسام صباح المحلل السياسي العراقي. أهلا بك أستاذ وسام. أهلا وسهلا بك. يعني أود أن أبدأ من التصريحات التي خرجت علينا من القادة العراقيين في مطلع هذا العام بأنه تم القضاء تماما على تنظيم داعش الإرهابي، ولكن بين اليوم والآخر هناك تصريحات من قبل القوات العراقية، قوات الجيش العراقي والإدارة العراقية، بأنه تم تتبع فلول داعش، تم القضاء على مواقع لداعش في محافظات مختلفة من صلاح في العراق، من صلاح الدين إلى ديالى إلى محافظات أخرى، أيضا بعض العمليات في العاصمة بغداد. هل عاد تنظيم داعش مرة أخرى أم لم يكن هناك القضاء التام عليه وتسرع القادة العراقيون في هذا الإعلان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقصد به القادة العراقيون أنه المعارك الكبرى التي في تحرير المدن العراقية كنينوى وصلاح الدين والأنبار، هذا ما يقصدونه بأنه انتهت المعارك في مع هذا التنظيم بتحرير تلك المدن، ولكن كان هناك خلايا نائمة. هذه الخلايا النائمة لديها مواقع، لديها حواضن، لديها موارد، يحاولون استغلال الفرصة المناسبة للهجوم. يعني اليوم أو أمس في محافظة ديالة في أبو صيدا، منطقة أبو صيدا، حدثت هناك أيضا على ما أعتقد تفجير أو مواجهات بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي. تنظيم داعش موجود في كل أراضي العراق، تجده في تلال حمرين على الحدود العراقية الإيرانية، تجده في الأنبار، تجده في صلاح الدين، في الموصل، الحدود السورية، الذين يعبرون هناك ثغرات في الحدود السورية العراقية للدخول إلى الأراضي العراقية عن طريق تلك المناطق، ومناطق لم نقول أنه الجيش العراقي يتواجد فيها. لكن الجيش العراقي والاستخبارات العسكرية العراقية بدأت الآن خطط واستراتيجيات مهمة جدا في وضعها لكي يتم القضاء على هذا التنظيم، حتى أنه على مواقع التواصل الاجتماعي يتم نشر صور لتنظيم داعش الإرهابي، بعض الصور لقادة التنظيم حتى يتم إلقاء القبض عليهم. هناك تعاون بين المواطنين وبين القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي حتى يتم إلقاء القبض. الخلايا النائمة بدأت الآن تحاول أن تتحين. هذه الخلايا كانت خلايا مسلحة لديها من العتاد والسلاح الذي يؤهلها لمواجهة جيش نظامي كالجيش العراقي؟ لا، هي موجودة الأسلحة، لكن الخلايا النائمة كما نقول التي لديها حواضن في بعض المحافظات العراقية يختبئون، ولكن يعلمون أماكن تلك الأسلحة الموجودة أين مخبأة. كما نعرف أنه هناك كهوف، حتى أن هذه الكهوف عميقة جدا وفي نفس الوقت تجدها كبيرة، يعني تجد فيها مدرعات وتجد فيها سيارات. المشكلة أين؟ النقطة المهمة، النقطة المهمة، من حفر هذه الأنفاق حتى يتم إيداع أو الدواعش؟ لا نعلم، هناك من يساعد الدواعش، ليس لديهم الآلات والمعدات في حفر تلك الأنفاق والكهوف. حتى الآن تحفر هذه الأنفاق؟ لا، وجدت تلك. طيب وصورت. نعم، وصورت في فترة السيطرة السابقة لداعش على الأراضي العراقية تم حفر هذه الأنفاق. حتى نعم، في وقتها تم حفر هذه الأنفاق وتم حفر أكثر من نفق حتى يكون متواجد. هذه ما نسميها الآن في الخلايا النائمة. وأيضا هناك من لديهم أقرباء لحواضن، هناك بعض الدول التي تمول هذا التنظيم الإرهابي، ولكن أعتقد الجيش العراقي الآن لديه القدرة، وخاصة من يمول هؤلاء؟ من هناك دول،
يعني اطرح علينا بعض الأسامي وكيف استطاعوا ضخ هذه الأموال والمساعدة بالآليات التي قد تستطيع حفر مثل تلك الأنفاق، لأنها آليات ضخمة. ما احنا يعني احنا نحن لا نستطيع أن نتهم أحد من الدول العربية أو الدول الأجنبية، ولكن بعض يعني المعلومات بأنه أمريكا كان لها اليد الطولة في مسألة تنظيم داعش الإرهابي، حتى أنهم وجدوا بعض الإسرائيليين منهم يقودون تنظيم داعش الإرهابي بحجة قبض عليهم وبعض الآخر هرب ورجع إلى إسرائيل. قبض الجيش العراقي على بعض الإسرائيليين المساعدين لداعش؟ من الموساد الإسرائيلي من الموساد الإسرائيلي. حتى قبل أيام نشرت صورة لضابط إسرائيلي يلتحي ويلبس كالمسلمين كالشيوخ المسلمين، وعندما تجد الصورة الأخرى تجد الرتبة العسكرية الإسرائيلية وتجد الملابس العسكرية الإسرائيلية. هؤلاء من يمولون هذا التنظيم الإرهابي. وأين ذهبت بهم السلطات العراقية بعد القبض عليهم؟ هي ليس السلطات العراقية فقط، يعني أين ذهب هؤلاء المقبوض عليهم من الموساد الإسرائيلي؟ هربوا، أكثرهم هربوا ورجعوا إلى بعد أن قبض عليهم. حتى بعد أن قبض عليهم في منهم من هرب ومنهم ما ألقوا القبض عليهم. الآن بدأت تتوضح الصورة لدى القوات الأمنية العراقية بأنه هذا التنظيم الإرهابي أصبح واضحا كوضوح الشمس لدى القوات العراقية والاستخبارات العراقية. هذا ينم على أنه القوات العراقية أصبحت لديها معلومات كافية، لديها القدرة على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، لديها القدرة على مواجهة جيوش، لأن أعتقد الجيش العراقي معروف ببسالته، العراقي معروف بقوته. فتجد أنه الجيش العراقي الآن لديه القدرة أن يطور نفسه بين الحين والآخر. لذلك هذا ما نجده على الساحة العراقية الآن، الاستخبارات العراقية والقوات الأمنية وزارة الداخلية، حتى العصابات، عصابات الخطف والقتل وغيرها، ومسألة القبض على صالات الروليت التي حدثت قبل أيام وفترات متفاوتة، تم إلقاء القبض على عناصر كان هم بعض المسؤولين من يمول هذه الصالات، صالات الروليت وغيرها. لذلك تجد أنه مسألة القوات الأمنية العراقية بدأت تطور نفسها، بدأت هناك دراسات معمقة استراتيجية في كيفية هذه الصالات موجودة في بغداد، في المنطقة الخضراء، في بغداد وليست في المنطقة الخضراء، وإنما في فنادق محددة معينة موجودة. القانون العراقي يمنع؟ نعم. هذا ما الذي يحدث الآن في المنطقة الخضراء؟ هناك خلافات سياسية في المنطقة الخضراء. يعني نحن لو نتكلم عن المنطقة الخضراء، المنطقة الخضراء الجرين زون هذه تعتبر هي التي أسسها الجيش الأمريكي بعد غزو العراق في 2003. نعم، هذا الجرين زون الآن المسؤولين كلها موجودين بها، سياسة الدولة تدار من هناك، البرلمان ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية كلها موجودة في تلك المنطقة. هناك خلافات سياسية، الديمقراطية التي أدخلتها أمريكا إلى داخل العراق، وتعدد الأحزاب، يعني حوالي 256 حزب موجود، ونحن ما نقارب 35 مليون عراقي، وفي البرلمان تجد 328 برلماني. يعني حتى لو نعمل حسبة كيف يتم حساب كل برلماني لكم مليون مواطن أو كم شخص موجود في العراق؟ كل هؤلاء من أحزاب سياسية متفاوتة، هناك من يعارض، هناك من لم يفعل شيئا داخل البرلمان، قوانين معطلة. هذه الخلافات السياسية جعلت من العراق أن يصبح الدولة الآن يعني كما نقول ليست بالضعيفة، ولكن فيها ضعف سياسي، فيها ضعف اقتصادي، فيها ضعف اجتماعي. هناك تطورات تحصل بين الحين والآخر، خاصة عندما تريد بعض الأحزاب السياسية إقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء لعدم
صلاحيته في هذا المركز ولم يجد شيئا خلال السنة التي مرت بأنه عمل شيئا للعراق كالبنى التحتية أو محاربة الفاسدين عندما ادعى بأنه سنحارب الفاسدين. نعم في بعض الأحيان يعني الآن في وزارة الداخلية هناك ملف جدا مهم، سيارات ميتسوبيشي جاءت إلى وزارة الداخلية بأسعار خيالية، وتم إحالة بعض الملفات من هذه الملفات الفساد إلى النزاهة، ولكن جاء كتاب من وزارة الداخلية بأنه تم يعني تصحيح هذا الملف وكذا. فالمحكمة متفاجئة جدا، المحكمة في هذه من المفتش العام لوزارة الداخلية. إذن هناك تدخلات أحزاب سياسية، هذه التدخلات تضعف النظام السياسي في العراق في نفس الوقت. وكما قلت لك أمريكا عندما أدخلت هذا النظام الديمقراطي الفيدرالي لم ينجح في العراق، أغلب الشارع العراقي يقول نحن نريد النظام الرئاسي، نعيد النظام الرئاسي بدل النظام الفيدرالي أو الديمقراطي الذي لم نرى منه شيئا ولم يتحقق منه شيئا في العراق منذ 2003 ولحد الآن. أود أن أعود معك إلى العمليات العسكرية والأسلحة الموجودة بالشارع العراقي. هناك بكل تأكيد قوات الجيش العراقي، الجيش الحكومي، الجيش الوطني، هناك بعض من العشائر ما زال لديها سلاح، وهناك الحشد الشعبي. كيف تتعامل الدولة العراقية مع الأسلحة الموجودة وخصوصا الحشد الشعبي، وهي قوة لا يستهان بها بكل تأكيد في الأراضي العراقية، خصوصا في ظل مواجهات على مختلف الأصعدة مع داعش؟ الحشد الشعبي الآن يعني لديه القوة. الحشد الشعبي هو جميع أطياف الشعب وليس تابع لأحزاب سياسية، بعض من يدعي بهذه المسألة. الآن بعد القانون الذي أصدره السيد عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة بأن ينضوي الحشد الشعبي داخل المؤسسة العسكرية، وهذا ما حدث. الأوامر تؤخذ من السيد عادل عبد المهدي القائد العام، بس ما زال هناك ما يسمى بالحشد الشعبي حتى الآن. هو موجود ولكن ينضوي تحت القوات المسلحة. أما كان يجب أن تنتهي أسطورة الحشد الشعبي ويصبح شيء من الماضي، وجميع من فيهم تحت لواء الجيش الوطني العراقي تفقد الكلمة معناها، ليس هناك حشد شعبية بعد الآن، انتهى الحشد الشعبي تماما. لنأتي بقضية أخرى، في النظام السابق أيام نظام صدام حسين أليس كان هناك الجيش الشعبي؟ لا أحد يتكلم أن هناك، لماذا الجيش الشعبي موجود لم يكون مع القوات المسلحة؟ هذا الحشد الشعبي أساسا من حرر المناطق مع الجيش العراقي الذي ترك نصف أسلحته في الموصل أيام ما حصلت الخيانة في الموصل؟ يعني تنظيم داعش الإرهابي وصل إلى أطراف بغداد، فعندما وصل إلى أطراف بغداد لو دخل إلى بغداد لسقط العراق كله شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لكن من وقفه؟ الحشد الشعبي، وهو من اسمه الحشد، من جميع أطياف الشعب، إذا كان مسيحي وصابئي وتركماني وكردي وشيعي وسني، كلهم الجميع وقفوا ضد هذا التنظيم الإرهابي لتحرير العراق وتحرير الأراضي العراقية. الآن بعد أن تكلمت بعض الدول الحشد الشعبي وفساد الحشد الشعبي وكذا، الحشد الشعبي لم نرى يوما من الأيام، هم أكثرهم فقراء، دكاترة، مهندسين، انضووا تحت الحشد الشعبي. بعد ذلك عندما انتهت مسألة الخلاص من تنظيم داعش الإرهابي، بعض من هؤلاء الحشد الشعبي رجعوا إلى وظائفهم. البعض الباقي، أنت تعلم الوظائف في العراق يعني لا توجد، يعني من يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير وخريجين البكالوريوس وغيرها لم يجد وظيفة، حتى أن بعض المظاهرات تخرج على بعض الوزارات في سبيل أنه مسألة التعيين، لأن التعيين كما قلت لك في بادئ الأمر في مسألة الفساد السياسي والإداري المالي المستشري في الدولة وخاصة في النظام السياسي العراقي، أن العوائل الموجودة من المسؤولين هم من يعينون في مناصب مهمة. يعني هناك قوائم بأسماء لأناس موجودين في السلطة كمجلس النواب
تجد نائبة لديها 12 اسما من عشيرتها موجودين ويأخذون رواتب. مسألة قانون رفحاء هذا الذي سبب مشاكل ودمر ميزانية العراق. سنعود لهذه النقطة تحديدا، ولكن أود أن نوسع دائرة الحوار. وينضم إلينا من بغداد الآن على الهواء مباشرة عبر الهاتف الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب في العراق. سيادة الفريق، أهلا بك على أكسترا نيوز من القاهرة. أهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم وبضيوفك الكرام. أهلا بك. يعني معي في الاستوديو الأستاذ وسام صباح، المحلل السياسي العراقي. كنا نتحدث عن وضع الحشد الشعبي وانضمامه لتحت لواء الجيش الوطني العراقي. وضع الحشد الشعبي الآن في الأراضي العراقية، هل انضم تماما بكل أركانه وأفراده وعتاده تحت لواء الجيش الوطني العراقي؟ يعني حتى تكون الصورة واضحة لكل المشاهدين الكرام، أنه منظومة الأمن الوطني العراقي تتألف من عدة مؤسسات كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وكذلك هيئة الحشد الشعبي. هذه المنظومة منضوية بأجمعها هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية. كل من له واجبات معينة ومسؤوليات في مناطق معينة تختلف من وزارة إلى وزارة أخرى. في الحشد الشعبي أيضا هو مؤسسة أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة. عظيم. طيب على الجانب الآخر سيادة الفريق، كان قد أعلن أنه تم القضاء على الوجود الداعشي تماما في الأراضي العراقية، لكن بين الحين والآخر نجد أن هناك هجوم من قبل قوات مكافحة الإرهاب على بعض المناطق التي أعلن أن داعش ما زالت تتمركز فيها، وهناك بعض العمليات الإرهابية التي تتبناها الفرق التابعة لتنظيم داعش في العراق. كيف تتعامل الدولة العراقية الآن وتحديدا قوات مكافحة الإرهاب؟ هل هناك تصعيد للعمليات؟ هل عاد تنظيم داعش مرة أخرى أم أنه لم يكن من بدء الأمر كان قد تم القضاء عليه؟ نعم، نحن خلال معارك التحرير التي ابتدأت من معركة بيجي ومن ثم تكريت وعاقبة الرمادي ومن ثم الفلوجة وآخر معركة اللي هي كانت الموصل والعفر والحويجة، في خلال هذه المعارك تم تطهير كل الأراضي اللي موجودة كانت تحت سيطرة داعش وتدمير المقرات والبنى التحتية وقطع تمويل الذاتي. لكن هناك بعض العناصر التي هربت من المعارك، اللي ذهبت قسم العتب اتجاه سوريا وإلى مناطق أخرى، والبعض اللي اختفى مع المدنيين اختفوا بعض الملاذات وبعض المناطق اللي هي خارج المدن بالقيام بعمليات تخص المدنيين والأجهزة الأمنية العراقية. ونحن في جهاز مكافحة الإرهاب لدينا التفاصيل الكاملة، وخلال شهر آب المنصرم تم تنفيذ عدة عمليات، تم قتل حدود أكثر من 32 من الدواعش وإلقاء القبض على عناصر مهمة بالتنظيم، أدتنا إلى معلومات إلى واجبات أخرى، وواجباتنا نحن مستمرة في بعض المناطق اللي يتواجد فيها بعض خلايا التنظيم. أخيرا سيادة الفريق، هل هناك جدول زمني محدد من قبل الإدارة العراقية للقضاء على التواجد العسكري لداعش؟ بكل تأكيد الإرهاب موجود في كل مكان في العالم، لكن هل هناك جدول زمني للقضاء على التواجد أو الوجود الحقيقي للتنظيم داخل الأراضي العراقية في مختلف المحافظات؟ أنت تعرف اليوم مشكلة العالم بأسره هي موضوع الإرهاب ومكافحة الإرهاب. حتى في الدول المستقرة هناك عمليات إرهابية بالتأكيد. وهناك خلايا نائمة على سبيل المثال مثل ما تحدث في أمريكا وتحدث في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وكثير من الدول، لا زالت هناك بعض الخلايا، لكنه مدى تأثيرها يختلف من مكان إلى مكان آخر. نحن عازمون على القضاء على ما تبقى على كل التنظيمات الإرهابية. هذا العامل الوحيد حدد على ضوء المعلومات التي تحصلها للقضاء على التنظيم، لكنه هل التنظيم الآن مؤثر على الأمن الوطن العراقي؟ انا كنت اقول تاثيره قليل جدا. سيادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي،
إذا فقدنا الاتصال بالفريق الركن عبد الوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب في العراق. على أي حال أشكره شكرا جزيلا على وجوده معنا وعلى هذه المعلومات. أعود مرة أخرى للأستاذ وسام صباح المحلل السياسي العراقي. أستاذ وسام، هل لديك أي تعليق على حديث الفريق؟ السيد الفريق عبد الوهاب الساعدي أقف له تحية وإجلال. هذا الرجل البطل، الرجل الشجاع، الرجل النزيه الذي وقف بوجه الإرهاب وظل يقاتل حتى بيديه مع إخوانه المقاتلين. هذا الرجل المفروض أن يكون له موقع في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية. وأعتقد السيد عبد الوهاب الساعدي يعني فعلا رجل شجاع ورجل ذو خبرة عسكرية وأمنية قوية جدا، وأنا أكررها بأن أقف تحية وإجلال له. هذا الرجل الذي دافع عن العراق بشرف ودافع عن عرض العراق، أعراض العراق، وأنا أشكره كثيرا للسيد عبد الوهاب الساعدي. بكل تأكيد. إذا كنا تحدثنا عن بعض الخلايا النائمة والوجود الداعشي في بعض من المناطق، وأن العالم كله يعاني من آفة الإرهاب في هذه الحالة، أريد أن أكرر السؤال الأخير الذي طرحته على الفريق الركن، ولكن من الجانب السياسي. هل هناك جدول زمني موضوع من قبل الإدارة العراقية لتأليف القلوب بين المتنازعين سياسيا حتى تستطيع الدولة العراقية القضاء على تنظيم داعش حقيقة؟ هذا ما نريده من الساسة العراقيين. لكن في هذه المسألة، هذا الجانب بالذات، نحن نفصل بين مسألة الخلافات السياسية وبين من يقومون بواجبهم من أبناء وطننا العراقي البطل ضد تنظيم داعش الإرهابي. يعني نحن لا نتنازل عن شبر من أراضينا. يعني بعض الدول تحاول استقطاع بعض الأراضي أو الدخول إلى داخل الأراضي العراقية لاستقطاعها، هذا ما لا نرضى به نهائيا. في نفس الوقت أعتقد القوات الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه. تبقى الخلافات السياسية. نحن لو توصلنا إلى حل نهائي بين الأحزاب السياسية المتناحرة وفي مسألة الفساد الإداري والمالي، لو تم القضاء على الفساد الإداري والمالي، أعتقد أن العراق سيسير بخط مستقيم إلى الهدف المنشود، وهو المواطن العراقي الذي يحتاج إلى بنى تحتية وخدمات، ويحتاج إلى أن يكون في مصاف دول الخليج ومصاف أخرى، لأن موارد العراق كما تعلم أخي العزيز هذه الموارد تغطي كثيراً. يعني أرض زراعية نهرين عظيمين تسمى أرض الرافدين، دجلة والفرات، في نفس الوقت آبار النفط والغاز. لماذا الآن نريد نذهب أن نستورد كهرباء من إيران أو نستورد كهرباء من السعودية أو من بعض الدول الجوار؟ لماذا لا نستطيع بأموال 400 مليار دولار صرفت على الكهرباء ولم يحصل شيء؟ الآن العمل على المولدات الكهربائية. الحكومة العراقية لو أرادت كما فعلت مصر عندما غطت 14,000 ميجاوات على ما أعتقد أراضي مصر كلها بكذا مليار دولار، وإحنا وضعنا أموال الدنيا في شركات، لو يريدون شركات نبعث شركات من هنا من مصر أو من بعض الدول الأجنبية حتى نستطيع أن نبني العراق مرة أخرى، وخاصة الكهرباء والمجاري، هذه الخدمات المهمة. هذه الخلافات السياسية، أنا أقضي على الفساد قضيت على الخلافات السياسية. أنا عينت المواطن العراقي في وظائف الدولة قضيت على مشكلة البطالة. هناك فقر وهناك بطالة وهناك مخدرات وحالة اجتماعية متفسخة، هذه كلها يجب وضع حدود لها بحل. ما العائق أمام ذلك؟ الخلافات السياسية. يعني ما الذي وضع هذه الخلافات السياسية في هذا الحيز الذي يؤثر على جميع مفاصل الدولة؟
ما هي يعني لما لا يستطيع الفرقاء العراقيون الوصول إلى حل يعني يعني أخي النظر؟ من 2003 ولحد الآن أنت تطرقت إلى مسألة العشائر ومسألة الأسلحة ولم أجيبك على هذا السؤال، فأنا أجيبك الآن. تفضل. هناك قانون المفروض أن تسحب جميع الأسلحة من الشوارع العراقية. هناك صراعات في البصرة بين عشائر، أسلحة متوسطة وأسلحة ثقيلة وأسلحة خفيفة، هذه كلها من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية موجودة الأولى. نعم، موجود أو حتى مخلفات غزو النظام العراقي السابق للكويت موجودة هذه الأسلحة، لماذا لا تسحب من تلك العشائر؟ الآن ماذا القانون يقول؟ القانون يقول لا توجد كما يسمى عندنا بالدقة العشائرية، يعني بما معناها أنه هذا مطلوب عشائريا فتحصل مواجهات بين الطرفين. فلماذا فقط هذا القانون ممنوع الدقة العشائرية ويذهبون وإلقاء القبض على العشيرة التي ضربت عشيرة؟ فأسحب الأسلحة حتى أطمئن وأطمئن الشارع العراقي وأن لا توجد عصابات وعصابات دولة قادرة، دولة قادرة على سحب السلاح، من أن دولة تأثر ألا تدخل في صراع مع العشائر؟ نحن أخي العزيز لنرجع إلى أيام نظام صدام، ليس كان هناك أحد يستطيع أن يتكلم في مسألة النظام العشائري وضرب القوات الأمنية. لماذا الآن لا تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك حتى يستقر العراق، حتى يطمئن الشعب العراقي بأنه يعني الآن في ابتزاز في الحرب كما قلت لك بين العشائر، لدينا مشاكل كثيرة داخل العراق، المخدرات، صالات القمار والروليت، المخدرات عصفت بشبابنا، أخذت بشبابنا، يعني أخذ المفروض أعيد مسألة الإعدام، كل تاجر مخدرات أعدمه، وكل من يتعاطى المخدرات يذهب بسجن حبس مشدد، لكن هذا لحد الآن أين الحكومة؟ ماذا فعلت؟ هناك خطف، هناك قتل، الخطف إعدام المفروض، القتل إعدام، يعني هذه المسائل كلها يعني الإعدام على طول الخط، يعني يا أخي أنا أدمر قوانين حاكمة. أدمر جيل كامل، أدمر جيل كامل عندما يخطفون شخص ويبتزه ماليا، وعندما مجتمع أو شباب كامل يتدمر بالمخدرات تفعيل وغير آلية المخدرات. قانونية عادلة تحاسب كل من يأتي بفعل ضد القانون العراقي. نعم، هذا أكيد طبعا، بكل تأكيد. الأستاذ وسام صباح المحلل السياسي العراقي، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكر موصول لكم حضرات السادة المشاهدين، استمر معكم في هذه التغطية بعد هذا الفاصل، انتظرونا.